السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا 19 حول نمط الحياة الصحي المتعلق بالأمراض المزمنة والسكري. راح نتحدث عن مفهوم موضوع كميات الطعام. الكمية بتلعب دور كبير، إذا كثرت الكمية على الصحن الواحد كمية كبيرة راح أستهلك من حيث لا أشعر نفس الكمية كلها الموجودة بالصحن. فأنا بدي أحاول أتعود أحط الطعام في صحون صغيرة، يعني بخل لو كان صغير بس بعبي ما في مشكلة، بس تلقائيا بتصير الكمية أصلا اللي بستهلكها قليلة، وما أكرر تناول الطعام كمان مرة إذا خلصت الصحن. فأنا أتعود على تناول الطعام في صحون صغيرة، أو بالمعنى العامي إني أكل عينات طعام وليس طعام، عينات طعام هاي بتساعدني على ضبط الوزن وبالتالي بتساعدني على ضبط السكر.